عاشت الجالية المغربية المقيمة بسويسرا أجواء احتفالية عارمة، حيث نزل المئات من أبناء الجالية إلى شوارع مدن زوريخ، لوزان، جنيف وبيين للاحتفال بالتأهل التاريخي لأسود الأطلس إلى الدور الثمن النهائي لمونديال قطر بعد فوزهم على كندا بهدفين لواحد. انا فرحانه بزاف المنتخب ديالنا لهذا الشيء اللي وصلنا ليه ان شاء الله، وهذا الفوز اللي وصلنا ليه، وحنا كنشكروه وكنشكروا كاع المغاربه ديالنا، وحنا فرحانين، وهذا الفرحه ان شاء الله يدومها علينا الله وكاع المغرب كله ان شاء الله. هذا الفوز ديالنا راه ماشي غير ديال المغاربه، ديال جميع العرب. خاصه ايمن عمدرس عندي فرايمر Das Marokko Gunnet und ich bin immer für Marokko, Marokko und für Papi und Mami. وخرج أفراد الجالية المغربية بكثافة متزينين بالألوان الوطنية وحاملين العلم المغربي ومرددين بعض الأغاني الوطنية للاحتفال بهذا التأهل التاريخي الذي طال انتظاره منذ مونديال المكسيك 1986، وكذا للتعبير عن فخرهم وسعادتهم للمسار المميز الذي وقع عليه أبناء وليد الرقراقي على مدار الدور الأول من المونديال. فرحان بزاف اليوم، هذه الأجواء هذه رددنا فكرتنا بالأجواء ديال 98 ولكن بطريقه اخرى. عندنا جوج ديال الانتصارات وتعادل، الدراري لعبوا يعني بواحد الطريقه يعني عجيبه التي خلاتنا نفرحوا ونشجعوهم الوقت كامل، وتنتمنى بانهم غادي يمشيوا لاقصى حد ممكن في هذا الدوري هذا، وتنتمنى انهم يوصلوا حتى للنهايه. وأشاد أبناء الجالية المغربية بالروح القتالية التي أبان عنها أصدقاء العميد رومان سايس خلال المباريات الثلاث، آملين أن يستمروا على نفس النهج في المقابلة التي ستجمعهم بالمنتخب الإسباني الثلاثاء المقبل في الدور الثمن النهائي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارتاجيو لا فيديو واتساكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنسوش تديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.